السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنشكركم على هذا البرنامج بزاف. الله يطول عمرك لالا توريا. بغيت نسولك خير، لأن الوالد ديالي من بدات كورونا هو كتجي شي غمى في الصدر ديالو. إيه. ودابا عماين هو مريض. الله يشافيه يا رب. وعملت تحاليل، عملت عيام اشراف الدواء، وعملت السكانير والو، باقا كتجي في الليل وما كتخليش ينعس. إيه لا لا. لا اله الا الله. ما عرفوش ديك الخوف اللي كان جا، واش هو السبب ولا ديك الخوف بحال عملوا شويه الوسواس والخوف، ما عرفوش هو السبب. اييه. اولا شي حاجه اخرى. نعم لا. اييه. حيت هو صاحبه ديال الطاود، الطاود اللي في العرايش. اييه مشرفين لا. اييه. واش خايلة تتصل بهم البرنامج وتعطى شي رقية شرعية؟ واخا باذن الله. واخا بعد الرقم. واخا راه كنطلبوا منا شي ناس البارح في الامس بالليل باش نديروا شي رقيه شرعيه ان شاء الله، وطلبوا مني باش ندير يوم الاثنين مساء بالليل من 9 ل 11 ان شاء الله ندير واحد الرقيه قرانيه فيها ايات قرانيه واحاديث نبويه، وان شاء الله يستفيدوا منها الجميع. تكون في الليل، في جوف الليل ان شاء الله تعالى يوم الاثنين ليلا ان شاء الله. الله يجيب الشفاء للا توريا، الله يمتعكم بالصحه والعافيه. للا توريا، هذا الكورونا، هذا الفيروس أكيد أن له آثار جانبية. معظم الناس اللي تصابوا بالكورونا وامتثلوا للشفاء، لكن هناك بعضهم كتبقى عنده آثار. كاين اللي كيجيه الغمة، كتجيه الغمة، وكاين اللي كيجيه انقباض في الصدر، والأغلبية كتجيهم أمراض في المفاصل، إما في الدراع أو في الركبة، وغالبا الركابي معروفة عند بزاف ديال الناس اللي عندهم، وكاين اللي كيمشي للتركيز. التركيز هذا كله من اثار الكورونا. الكثير من الناس كيمشيو عند الاطباء، كنعرف واحد العدد كبير منهم هذه عامين هما من طبيب لطبيب كيبغي يتعالج، وكتلقى دائما العلاج ما كيكونش عنده شي نتيجه ايجابيه، كتلقى المرض عنده بحال صار مزمن. الا حاله واحده، ما هي؟ وهي ان الانسان غادي يزول من الفكر ديالو، من العقل ديالو، بانه كان مريض بكورونا. ما دام هو كيقول انا كنت مريض بكورونا، راه ما غادي يبقى عنده الاثار الجانبيه والمضاعفات. كاين الناس اللي عندهم مرض في الركابي كيخواو ليهم، كاين اللي عنده مغص في المعده، كاين اللي عنده الدياري كتجيه باستمرار، كاين اللي كيجيه الصداع في الدماغ وضعف التركيز، وكاين غيبقى يستعمل العلاج ما غيساليش. احسن طريقه اللي كيقول لك شفتها عند كثير من الناس، طريقه سهله للعلاج، وهي تبدأ بأن تزيل من عقلك وفكرك بأنك كنت مريض بشيء اسمه كورونا. انساه، لأن عندك برمجة ذهنية أنك كنت مريض وكنت على فراش الموت وكنت كذا كذا. هذه الفكرة ما دامت هي في ذهنك وعقلك فغتبقى مريض، خصك تزولها. كتسمى في البرمجة العقلية الدماغية خصني نخويها، نحيدها نهائيا. ما كانت لا كورونا ولا هم يحزنون، واحد البلاء أصابنا ثم زال وانتهى. إلا حيدتيه غتشعر بأنك حققتي 50% ديال العلاج. 50% التالية اللي باقية منين غنجيبها؟ غنجيبها من الإرادة النفسية. حنا ربي عز وجل أعطانا واحد الطاقات خفية داخلنا كتسمى المدخرات. شوف غير في الفقه المالي، أي واحد فينا عنده شوية الفلوس وكتلقى عنده مخبي واحد البركة جانبا، أش كيسمي هذيك؟ كيسمها المدخرات، لدوير الزمان. هذيك المدخرات كل الناس عندهم واحد البركه مخبيها، لا قدر عسى وقعت شي حاجه ظرفيه طارئه كيلقى باش يقضي. كذلك في النفس البشريه، حنا عندنا قوه، وعندنا قوه اخرى خفيه هي ربي جعلها مدخره لنا. هذيك القوه خصني نتعرف عليها ونعرف بانني قادر باش نخرجها وغنتحدى هذا المرض. ما نشعرش بانني مريض، كبرت، ساليت، لا، ديما انك شباب وانك قوي وانك مقبل على الحياه، وزعم واقتحم العقبه وغتخرج منك واحد الطاقه عظيمه جدا،
وهذيك الطاقه غتمشي في الجسم ديالك وتسري فيه وكتعطيه حراره نورانيه، وغتلقى بان الامراض بدات كتسالي وكتخرج، وغتخرج للحياه بصحه وعافيه. كنعرف واحد العدد كبير جدا اصيبوا بالكورونا والان ليسوا بمرضى نهائيا، بحال عمرهم ما كانوا مرض. علاش؟ لانهم داروا هذه الوصفه هذه، غتزول من عقلك وفكرك بانك كتمرض يوما ما بالكورونا، انساه بتاتا. والامر الثاني، غتخرج الطاقه المدخرة التي عندك في جسمك بالداخل، أعطاها الله لنا جميعا، نخرجها ونقاوم بها جات ساعتها باش نحضر، وبالتالي غتلقى بأنك الحمد لله قد شفيت وعفيت. طبعا الإنسان دائما يدير الدعاء ويقرأ القرآن الكريم ودير الرقية، فيها بركة وفيها صحة وعافية. أسأل الله تعالى أن يشافي ويعافي ويداوي، اللهم أمين يا ربي يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.